أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى في سورة البينة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، أشكل علي تفسير خير البرية، فقد جاء أن المراد هو علي وشيعته، ووجدت ذلك في فتح القدير وتفسير القرطبي وابن كثير، فما وجه ذلك؟ هذا من دس الشيعة، هذا من دس الشيعة. البرية هي الخليقة، والذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا عام لعلي عليه رضي الله عنه، عام لعلي رضي الله عنه وللصالحين من ذريته ولجميع الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اللفظ عام، خير البرية يعني خير الخليقة. نعم.